شو السالفة يا سعيد؟ وجهك مستوي اكسترا لارج. ترى سعيد من 10% من البشر اللي عندهم حساسية لأحد أنواع الأدوية. حساسية الأدوية عبارة عن سوء تفاهم بيولوجي، فيتعامل جهاز المناعة في الجسم مع الدواء على أنه يهاجمه، مثل المرض. الأعراض ممكن تكون طفح جلدي، حكة، تورمات في الجلد أو اليدين أو الرجلين أو حتى الحلق، وفي الحالات الشديدة غثيان وصعوبة في التنفس، وممكن إلى الإغماء. أكثر دواء يتحسس من الناس البنسلين، ويشكل حوالي 10% من الحالات. وانت يا سعيد إذا خدت أي دواء وصار معاك حكة أو طفح، وقف على طول وراجع طبيبك اللي وصف لك الدواء لاستبداله بنوع آخر، وممكن بعد يحولك لطبيب مختص في الحساسية. أما إذا أصبت بدوخة وضيق في التنفس أو تورم أو شعور بالإغماء، فاتصل بالإسعاف فوراً للذهاب للمستشفى. وإذا عندكم حساسية من أي دواء، لا تنسون تخبرون الطبيب أو الممرضات أو الصيدلاني. أنا أنصحكم تلبسون دوم سوار طبي عليه اسم الدواء اللي تتحسون منه، عشان إذا لا سمح الله احتجتوا العناية الطبية يكونون عارفين بوضعكم. وعساكم دوم بصحة وسعادة.